بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 77. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام، مستمعي إذاعة نداء الإسلام، إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي ودرسنا المبارك في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما توقفنا عنده في باب صفة الصلاة، إذ قال رحمه الله: وفي البخاري مرفوعا: إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا الحديث أن المسلم إذا قام في الصلاة فإنه يناجي ربه سبحانه وتعالى بقراءة القرآن والدعاء، فيجل هذا الموقف بين يدي الله ولا يبصق أو يبزق قبل وجهه، لأن الله جل وعلا ينصب وجهه قبل وجه المصلي كما في الحديث، فلا يسيء الأدب مع الله عز وجل. فإذا عرض له بصاق أو بزاق فإنه يبزق في طرف ثوبه أو ردائه، أو يكون بزاقه تحت رجله اليسرى ويدفنه تحت رجله اليسرى ويدفنه. نعم. وفي البخاري: فلا يبزقن، أو قال: لا يتنخمن. نعم، المعنى واحد، يبزق أو يبصق أو يتنخم، لا يكون هذا قبل وجهه، وإنما يكون عن يساره أو تحت قدمه. نعم. وفيه: ويذكر عن عبد الله بن عمرو: نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. نعم، نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده، يعني عرض له شيء نفخه في صلاة الكسوف، وكان يطيل صلاة الكسوف عليه الصلاة والسلام في القراءة، في القيام والركوع والسجود. نعم. وعن ابن عباس: النفخ في الصلاة كلام. النفخ في الصلاة كلام، قال الفقهاء: إذا بان منه حرفان، إذا نفخ فبان منه حرفان فهذا كلام، لأن أقل الكلام يتكون من حرفين مثل قد ونحوها. نعم. وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. شبك بين أصابعه، يعني أدخل بعضهما في بعض، وهذا لا يجوز في الصلاة ولا لمن ينتظر الصلاة. أما ما كان خارج الصلاة وهو لا ينتظر الصلاة فلا بأس، أو بعد الصلاة فلا بأس أن يشبك بين أصابعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بعد الصلاة. نعم. ولأحمد عن أبي سعيد مرفوعا: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه. نعم، وهذا أوسع، كل من كان في المسجد سواء كان ينتظر الصلاة
أو لا ينتظر الصلاة فهو لا يشبك بين أصابعه. نعم. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه في المسجد. نعم، بعدما فرغ من الصلاة، بعدما فرغ من الصلاة وقد نسي ركعة وسلم من ثلاث، ثم ذهب وجلس في مكان آخر، قالوا كأنه مغضب عليه الصلاة والسلام، وشبك بين أصابعه. فدل هذا على أن تشبيك الأصابع بعد الصلاة إنه لا مانع منه، وإنما يمنع منه لمن ينتظر الصلاة أو وهو داخل الصلاة. نعم. وقال أحمد: يكره أن يشمر ثيابه لقوله ترب ترب. نعم، المصلي إذا كان عليه ثياب طويلة أو عليه بشت ونحوه أو عباءة فإنه لا يلفها ولا يرفعها إذا أراد أن يسجد، بل يتركها تسجد معه. نعم. وفي حديث أبي وائل: التحف بإزاره. التحف بإزاره، الإزار هو ما يكون على أسفل البدن وفوقه الرداء، فيلتحف بإزاره يعني يلفه عليه، لأنه يستر بذلك عورته. نعم. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة. نعم، كان يشير بيده في الصلاة، فإذا سلم عليه أحد وهو في الصلاة رفع يده، دعا عليه بالإشارة برفع يده عليه الصلاة والسلام. ولأبي داود عن المغيرة بن شعبة مرفوعا: لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. إذا سلم من صلاة الفريضة فإنه لا يقوم يصلي نافلة في مكانه، لئلا يظن من يراه أن الصلاة لم تنتهي، بل يتحول من مكانه ويصلي في مكان آخر، هذا في حق الإمام. أما غير الإمام فلا بأس أن يصلي في مكانه بعد فراغه من الفريضة. نعم. وذكر أحمد أن عليا كرهه وقال: لا أعرفه عن غيره، ومن صلى وراء الإمام فلا بأس أن يتطوع مكانه، فعل ذلك ابن عمر. كره أن يتنفل الإمام في مكانه لئلا يظن أن الصلاة لم تنتهي. نعم. وقال: لا أعرفه عن غيره، ومن صلى وراء الإمام فلا بأس أن يتطوع مكانه، فعل ذلك ابن عمر. وأما المأموم فلا بأس أن يتطوع في مكانه، لأن في مكانه الذي أدى فيه الفريضة، لأنه لا يتوهم أن الصلاة فيها نقص لأنه مأموم. نعم. وقال البخاري بسنده: كان ابن عمر يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة. نعم، وهذا أصرح، كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي في المكان الذي صلى فيه الفريضة، لأنه ليس بإمام، فلا مانع لغير الإمام أن يصلي في مكان الفريضة. نعم. ويذكر عن أبي هريرة رفعه: لا يتطوع الإمام في مكانه، ولم يصح. لم يصح رفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا موقوف من كلام الصحابي. نعم. وفي الموطأ عن ابن عمر أنه كان يقرأ في المكتوبة سورتين في كل ركعة. نعم، لا بأس أن يقرأ في عدة سور في الركعة الواحدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة في صلاة الليل. نعم. وفي البخاري: فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله وقبله، فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته. قبله قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر وقال مروا أبا بكر لما مرض صلى الله عليه وسلم، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم إنه صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه قوة وخفة فذهب ليصلي مع المسلمين، ودخل عن يمين أبي بكر، دخل عن يمين أبي بكر في مكان الإمام، صلى جالسا وأبو بكر صلى واقفا يبلغ صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن خلفه. فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته. نعم، لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ليدخل عن يمين أبي بكر، أبو بكر لم ينتبه، جعل الناس يصفقون لينتبه أبو بكر في أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء. فلما سلم صلى الله عليه وسلم قال: التصفيق للنساء، إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال وليصفق النساء. نعم نعم. قال: فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي. وفيه: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول. نعم، لما أحس النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه قوة ذهب ليصلي معهم، وأمر أبا بكر أن يثبت مكانه، وصلى مع أبي بكر رضي الله عنه من ضمن المصلين. هذا فيه فضيلة أبي بكر الصديق، وفيه إشارة إلى استخلافه من بعده. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. فرغ رحمه الله تعالى من باب صفة الصلاة فقال: باب سجود السهو. نعم، سجود السهو أي السجود الذي يشرع من أجل السهو في الصلاة. فسجود السهو يشرع جبرانا تارة، ويشرع لغير ذلك. فسجود السهو لما إذا حصل في صلاته نسيان بأن زاد في الصلاة سهوا أو نقص منها سهوا فإنه يسجد للسهو، أو شك. سجود السهو يشرع لثلاثة أمور: إما لزيادة في الصلاة سهوا، وإما لنقص في الصلاة سهوا، وإما لشك في أثناء الصلاة، شكها صلى ثلاثا أو أربعا. نعم. قال في مطلع الباب: قال أحمد: يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء، سلم من اثنتين فسجد. السهو خمسة أشياء، خمسة أنواع يعني من السهو. نعم. قال: سلم من اثنتين فسجد. سلم من اثنتين سهوا، ثم تنبه صلى الله عليه وسلم وأكمل الصلاة فسجد. نعم. وسلم من ثلاث فسجد. وسلم من ثلاث ركعات سهوا فأتمها أربعا وسجد للسهو. نعم. وفي الزيادة. نعم، وفي الزيادة إذا زاد في الصلاة ركعة فإنه يسجد للسهو وصلاته صحيحة. نعم. والنقصان. والنقصان من الصلاة، لو نقص شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو ما نحو ذلك فإنه يجبره بسجود السهو. نعم. وقام من اثنتين ولم يتشهد. هذا من أنواع السهو الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه قام من الثنتين ولم يتشهد التشهد الأول فسجد لذلك. نعم. وعن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال محمد: وأكثر ظني أنها العصر، ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهاب أن يكلماه، وخرج سرعان الناس،
فقالوا: أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال: أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. نعم، هذا فيه أن من أنواع السهو الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سلم ركعتين في الرباعية ثم انصرف وجلس في مكان آخر، فالناس لم يراجعوه بشيء، هابوا أن يكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ذا اليدين. سمي ذا اليدين لأن يديه طويلتان، فقام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما قصرت ولا نسيت. قال: بلى، نسيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبره أن فأخذ بخبر، قال: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقام وأكمل الصلاة وسجد للسهو. هذا فيه دليل على أن سجود السهو يشرع للنقص في الصلاة. نعم. وفي رواية: فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. نعم، سأل الصحابة: أكما يقول ذو اليدين أني صليت ركعتين فقط؟ قالوا: نعم يا رسول الله. ففيه أن الإمام يتثبت من المأمومين. نعم. ورواه أبو داود، وفيه قال: قلت: فالتشهد؟ قال: لم أسمع في التشهد وأحب إلي أن يتشهد. التشهد، التشهد يعني بعد السجود، بعد سجود السهو. التشهد يعني بعد سجود السهو، هذا لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى به، فيسجد سجدتين ثم يسلم ولا يتشهد، هذا هو السنة الثابتة. نعم. وفي البخاري: قلت لمحمد في سجدتي السهو تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة. وسلم أنس والحسن ولم يتشهد، وقال قتادة لا يتشهد. نعم، هذه أقوال الصحابة والتابعين، وأنه لا تشهد في سجود السهو. نعم. ولهما فيه: نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم، ثم سلم بعد ما سجد، فدل على أنه ليس بعده تشهد. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وضعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس من دروس شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نلتقي وإياكم في الدرس القادم ثم إن شاء الله على خير.